مساء الخير، أنا دكتور أحمد أبو باشا، أخصائي التغذية العلاجية من ضمن فريق عمل دكتور محمد ضياء سرحان. هكلمكم النهاردة عن النظام الغذائي اللي قبل العملية وبعد العملية. إحنا النظام الغذائي اللي قبل العملية بيعتمد على إن إحنا بنقلل على قد ما نقدر حجم الدهون اللي على الكبد، ده الهدف من النظام الغذائي اللي قبل العملية. بيعتمد أكتر حاجة على البروتينات والفاكهة والخضار والمية، بنقلل النشويات والدهون، بنقلل الحلويات والحاجات الغازية، المشروبات الغازية زي البيبسي والسيفن ولأي حاجة غازية بنمنعها قبل العملية. الأسبوع الأول بعد العملية بنعتمد أكتر حاجة على السوائل الشفافة، بنشرب على قد ما نقدر بالراحة، يعني مثلا ممكن كوباية المية تقعد معانا من نص ساعة ساعة إلا ربع. بنعتمد إن هي متبقاش لا في حاجة ساقعة ولا حاجة سخنة، بتبقى حاجات كلها فاترة في درجة حرارة الغرفة. بنبتدي أول أسبوع معانا المية، العصائر بيور، عصائر بيور كلها شفافة زي التفاح والأناناس والرمان. بنمنع البرتقال، بنمنع المانجا، بنمنع العنب والكوكتيل، هي دي كلها حاجات حوامض وسكريات ممكن تتعب المعدة في بعد العملية على طول. بنبتدي ناخد الأعشاب زي اللانسون والكركديه والنعناع، حاجات كلها تبقى تعتبر شفافة، كله بدون سكر أو سكر دايت. ممكن برضو من أول أسبوع بنبتدي ندخل شوربة الخضار واللحمة والفراخ، بناخد المية بس بتاعتها زي المرقة، مسموح بس من التوابل بس شوية ملح صغيرين على الشوربة. ده كده أول أسبوع. تاني أسبوع بيبتدي بعد العملية على طول، مثلا يوم العملية اللي هو بعديها بأسبوع، نبتدي ندخل شوربة عدس، شوربة خضار مضروبة في الخلاط، زبادي خالي الدسم، لبن خالي الدسم، راي بلايت. ممكن نبتدي ناخد عصاير كلها مضروبة في الخلاط كويس جدا، ان احنا بنضمن ان مفيش اي حاجة صلبة نازلة المعدة في اول اسبوعين، يعني تعتبر مرحلة السوائل تعتبر اول اسبوعين بس. الاسبوع التالت بنبتدي ندخل اكل بس مهروس شوية، زي مثلا ممكن بطاطس بيوريه، ممكن ندخل جبنة خالية الدسم، ممكن ندخل بيض اومليت، كلها حاجات تبقى ناعمة على المعدة شوية. بنبتدي ندخل برضو شوربة لسان عصفور، ممكن كوسة، ممكن بطاطا، كلها حاجات تبقى ناعمة على المعدة. ده الأسبوع الثالث والرابع. من الأسبوع الخامس بنبتدي ندخل بروتينات شوية في الأكل، زي اللحوم والأسماك والفراخ، ممكن نبتدي ندخل فاكهة، ممكن نبتدي ندخل خضار، ممكن نبتدي ندخل سلطة. نعتمد على النظام اللي هو البروتينات والخضار والفواكه لمدة شهر بعد العملية. نكون خلصنا الثمان أسابيع اللي هما شهرين بعد العملية، نبتدي بقى ندخل النشويات كلها اللي هي زي الرز والمكرونة والعيش، وياكل بقى خلاص أكل طبيعي كله بس كلها بكميات قليلة. طبعا الهدف من النظام الغذائي اللي بعد العملية إن احنا بنحافظ على قد ما نقدر على المعدة، إن هي ما ندخلش حاجة تتعبها في أول المرحلة اللي هي مرحلة النظام الغذائي اللي بعد العملية، وإن احنا بنوصل في أسرع وقت للوزن المثالي إن احنا اللي احنا بنكون عايزينه.